لعيبه نادي الزمالك وان هم مركزين قوي وربنا كرمهم بالجون يا خالد. يعني هم نازلين مركزين قوي وعارفين ان هم هيضغطوا على لعيبه النادي الاهلي مش هيسيبوا مساحات، وقام ربنا كرم بالجون اللي هو بتاع حبيبك هو معروف واخد بالك؟ فده اللي ادى الحافز للعيبه الزمالك في اول 6 دقايق ان انا احرز هدف في النادي الاهلي اللي بقالي فتره هو اللي دايما بيحرز الاول وانا اللي بعد كده بغض النظر عن ماتشات الكاس. صحيح. فكل دي حاجات. الاهم كمان برضو يا خالد هو اولا الماتش كان فقير فنيا. يعني كوره من هنا ومن هنا ما فيش. ليه؟ لان زي ما قلت لك خالد جلال ما هو رجوله اكتر منه. لا خالد مضيق المساحات لان مش عايز يدي مساحات. كوره ضربه جزاء يا كابتن؟ ضربه جزاء. بص ايده مرفوعه مش عايزين نضحك على حد. طبعا. وعلى فكره محمد الحنفي النهارده نجم المباراه بعديه ده بالنسبه للحمله الشرسه اللي هو تعرض لها من مجله النادي الاهلي. اي حد تاني كان لازم يتوتر النهارده، اي حد مكانه بعد الكلام اللي اتكتب ده كان لازم يتوتر النهارده. طب اسالك سؤال، ما حسيتش ان هو الشوط التاني جه شويه على الزمالك؟ لا يعني انت شايف ان هو كان نجم اللقاء النهارده؟ نجم اللقاء بلا منازع. وعلى فكره كان معايا في العزب والامبارح وقلت له ما تحكمش المباراه دي. قلت له انا خايف عليك لانك اي في تلكيكه هتحصل. والنهارده كانت اللعيبه غريبه قوي يا كابتن رضا، الفرقتين لان هم يعني النادي الاهلي يعني انت مصري بتحكم وعمالين يتخانقوا معاه وعايزين يبوظوا الماتش. عايز اقول حاجه في الحته دي، مش الماتش ده بتاع النادي الاهلي؟ ما جابش ليه حكام اجانب؟ لا ما هو خلاص الاتحاد يعني مش انت بدل ما تقول ملاكي ومش عارف ايه ما كنت ريحت دماغك وجبت انت دفعت الفلوس وجبت حكام اجانب. مش انت اللي طالب حكام مصريين واصريت على الحكام المصريين؟ يبقى المفروض تساندهم. طب اسال سؤال النهارده. النهارده في غلطه لمحمد حنفي ضد الاهلي؟ لا ولا للزمالك. ولا للزمالك. هل في كور قد تستحق الطرد؟ لا. وهقول لك على حاجه يعني من اول دقيقه تحس ان السوليه متنرفز ليه؟ متوتر ليه؟ وعمل فاولين المفروض ياخد انذار في انذار. يعني لو بنتكلم بقى بما يرضي الله في الدقله مره ومره في عصبيه في كوره واخد بالك؟ فلا محمد الحنفي النهارده من وجهه نظري عدى من مباراه لبر بر بر الامان. ده كمان الكوره دي مثلا الكوره دي مثلا تقديريه الحكم قد تحتسب ضربه جزاء او قد لا تحتسب. ممكن يعني ممكن في ماتشات ثانيه على فكره الاهلي مثلا في ماتش طنطا فاكر ما اتحسبتش وكانت اكتر من كده وفي ماتش المقصه لكن دي مثلا اتحسبت فممكن واحد ثاني ما يحسبهاش واحد يحسبها. محمد حنفي حسبها كمان. اقول لك ليه؟ بص يا خالد هي لو ما اتحسبتش كان جماهير النادي الاهلي هتعمل ثوره. كان قال لك حتى لينا ضربه جزاء والكره ضربه الجزاء دي لو دخلت كنا دخلنا المباراه وكسبنا 3-2. لا اتحسبت ودخلت وما كسبتش. طب اسالك سؤال تاني. كره ماتش 2-0 تمام؟ كره ضربه الجزاء دي للزمالك هتحسب؟ هو حكم مصري؟ لو محمد الحنفي ده اللي حسب ضربه جزاء للاهلي والنتيجه 2-0 للزمالك، لو الكره دي 2-0 للزمالك والكره دي جت على الاهلي ضربه جزاء لا مش هحسبها. بس لو 2-0 للاهلي وجت على الاهلي هيحسبها للزمالك. خلي بالك. ليه بقى؟ لان في توازنات بقى. لا مش توازنات، اصل يعني انا هحط نفسي في جدل ليه؟ ما انت كسبان 2-0. لو ما كانتش هتبقى كده 100% مش هديها لك. لكن انت شايف ان محمد حنفي نجم اللقاء بلا منازع؟ نجم اللقاء ده على المستوى العام. تعالى بقى على لعيبه نادي الزمالك. لا هرجع لك بقى على لعيبه الزمالك عشان معاك كفايه.